هوني اخواتي، السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم جا شويه مزروب. علاش؟ لانه ما بقينا شويه بزاف ديال الوقت وسمعتوا به. شاركت معكم ايضا في التليجرام، يعني هذا المشروع هو نينجا بليز. الى لاحظتي الان يعني دايرين 10000 ديال الاي ان اف تي اللي غادي تثمنها، كما كتلاحظ الان 9650. يعني قبل يومين تقريبا ولا 3 ايام كانوا يلا عاد تقريبا باش بدا المشروع. علاش انا تار انتباه ديالي لهذا المشروع؟ لان تقريبا انجكتيف هو الايكو سيستيم ديال الكوسموس، ودير واحد الهايب كبير، وغادي يمشي في نفس النهج ديال الباد كيتس. الباد كيتس الان السعر ديالهم ديال الفلور كيدير تقريبا 7000 دولار. الور لهذا اخواني اخواتي، انا كتبان لي هذه واحد الاوبورنيتي، والسعر ديالو الان كما كتلاحظ يعني واحد الانجين اللي لاحظتي ايضا صعد، لان كاين عليه الطلب. وكما لاحظتي حتى راه كيتمين تدغيه. نوريك انا الفيديو عاد دابا صورته، نشوفو شنو درت. الور اخواني اخواتي، كما تكلمنا هذا هو المشروع. عاد تمشي تكونيكتي الواليت، من الاحسن حاول دير الكيبلا، لان الليب ما كتشدش مزيان. كما كتلاحظ كان كونيكتي الواليد ديالك. غادي دير المينت، انا اختاريت هذا، انا هو اللي عجبني. الور غادي تمينتي كما قلنا 10000، و10000 راه لا ميم شوز ايضا بحال باد كيتس. هدير مينت، تكونفيرمي في الكيبلا واليد و سكسسفولي. الور نمشي نشوف الان اف تي ديالي، او دول الان اف تي عندي في المحفظة. الو سينو اخواني اخواتي، نشوفوا البينيفيت اللي يكون عندنا من هذا الاي ان اف تي. كما كتلاحظ هما غادي يبغيو يخرجوا واحد التوكن، يعني تقريبا بحال طاليس ياك. وهل بينيفيت يعني غادي يكون عندك، تكون انت من الناس اللي يعني يمكن لك البينيفيت ديالك ديال التوكن. وانت كما تدخل وقرا وشوف، يعني كاين بزاف ديال الحوايج. اضافه الى ذلك عاد خرج واحد الجيم هاد الدابل هذا كما كتلاحظ. سينو يمكن لك عاوتاني ديلي يمكن لك تكليمي التوكن. نكونيكت الواليت، جميع الروابط نخليهم لكم، شيء طبيعي. ندير لوجين، لان انا عاد خديته دابا، يعني كل 24 ساعة عندك الحق تكليمي ديك التوكن. كما كتلاحظ هنايا مازال عندي يلا زيرو، لان هذه ما كاملاش بضع دقائق باش خديته. الور اخواني اخواتي، مرة اخرى غنبغي نفكرك باش نضربوا اطلالة. نشوفوا الان 9557، نشوفوا شحال ولا وشحال دابا الان. كما كتلاحظ 9660. انا متأكد غدا في الصباح، 10 الصباح، 11، ما يبقى والو. سين اخرى، شيء اخر بغيت نتكلم معك عليه. هذه ماشي نصيحة استثمارية. وسينو كما كتلاحظوا بانني انا الاغلب الاشياء اللي كنشاركها معكم فهي استثمارات صغيرة، يعني اللي البورتموني الصغير وايضا المتوسط. كما كتلاحظ السعر الان ديال واحد انجين فهي تقريبا 36 دولار. الور التوفيق ان شاء الله.